اليوم القدوة في الليل. تم زدموا عليا للدار في الليل قد ثم كوفر فو. دخلوا للدار ساعة فركسوا الدار الكل. عندي زوز أولاد زوز بنيات صغار موجودين هنا بتوا بأولادهم. حاصل لك الدار خلوه يلوجوا على السلاح. يعني شوية عولة منا وأنا داري صغيرة وقتها شوية وكسكش ومحمص وكذا خلطوها الكل فهمتني فركسوا بطريقة يعني نتاع وحشية مش آخر. والمرأة مسكينة تخزر والأولاد صغار. وبعد هزوني لمركز الشرطة لوزارة الداخلية. دخلوا لي من الباب وثم وطلعوني وقتها مش عارف تقريبا 3 إيطاج. اللي يشرفوا وقتها على التعذيب عبد القادر طبقة واللي هو عز الدين طبقة والحاجي وثم واحد آخر اسمه بوسكا يسموه بوسكا وكان عبد المجيد عبد ربي يرحمه الصغيرة أنا مسامحهم. منهم شخصي حيث تم إيقافي ليلا واقتيادي إلى وزارة الداخلية حيث قضيت ليالي يصعب علي نسيانها إذ كانت المعاملة سبا وشتما وتجريحا وضربا أضيع وأنا عريان زنت. وتعليق وغير ذلك من أنواع التعذيب والتنكيل التي تأبى الأخلاق التعرض إليها بالتفصيل. حضرات السادة والسيدات تجدر الإشارة إلى أن التعذيب بأصنافه قد كان اختياراً ممنهجاً إذ لم يكن يشملني وإنما كان تعرض إليه أغلبية الإخوان الموقفين ومنهم المرحوم سعيد جاكي وصالح بروف وعبد الرزاق أيوب مرحوب مات زاد وإسماعيل السحبادي وناجي الشعري ومنجي العياري والجنان المسعودي والعديد ممن لم تسعفني الذاكرة بإيراد اسمه وذكره. ثم هناك أماكن أخرى في تونس وفي عديد مناطق البلاد أهمها صفاقس وسوسة قد تم استعمالها للإيقافات والتعذيب علمت بها وبمن كانوا فيها فيما بعد. حضرات السيدات والسادة لقد دامت هذه الإيقافات في مراكز البوليس السياسي سلامة أمن الدولة ما يقارب 4 أشهر حتى تمت إحالتنا على حاكم التحقيق الذي أمر بإيداعنا السجن. وفي الأثناء يعني بعد ما تعديت الحاكم التحقيق ودخلت للسجن بعد تقريبا مش عارف 3 أشهر عيطوا جاوا هزوني من السجن هزوني للداخلية محضر. قالوا لي صح محضر صح محضر. قالوا لي قلت ما صح حتى بمحضر. قالوا لي اسمع تصحفي ولا نقتلوك. قلت لهم اقتلوا لا وانا مش مصحفي. لقيت روحي ما فقت بروحي كان في زنزانه دايخ في زاوره. وفي الاثناء تم اقتيادي مره اخرى الى وزاره الداخليه حيث طلب مني التوقيع على محضر بحث رفضت الاعتراف به والتوقيع عليه فكان رد الفعل عنيفا مما جعلني افقد الوعي وأصبحت في غيبوبة تامة لم أتفطن ولم يرجع لي الوعي إلا وأنا في زنزانة منفردة ملفوف في زورة وبجانب ممرض لا أعرف سبب تواجدي ولا أعرف الوقت الذي قضيته في الغيبوبة.